تربية الدواجن، والدواجن يا هي الطيور التي يستطيع الانسان تربيتها في منزله كالدجاج والبط والاوز، وفي هذا الدرس سيتم التوضيح من خلال حديث اسري بين افراد اسرة امير ان تربية الدواجن تعتبر عادة مشهورة من عادات المصريين، مع ذكر السبب في ذلك، كما سيوضح مرض انفلونزا الطيور الذي يمكن ان يصيب هذه الطيور. وكيفية تجنبه وكيفية حماية الشخص المخالط له من الإصابة به، كما سينوه أيضاً عن مرض إنفلونزا الخنازير وكيف أن النظافة تقينا من الإصابة به، وهذا ما سيتم الحديث عنه بالتفصيل أثناء عرض الدرس إن شاء الله. وزي ما اتفقنا يا ولاد إن درسنا النهارده بعنوان تربية الدواجن وسوف نتحدث بالتفصيل عما أشرنا إليه ولكن بعد سماع قراءة الدرس. في مساء الخميس تجتمع أسرة أمير كعادتها ليعرض كل فرد من أفرادها إنجازاته على مدار الأسبوع، وقد أعد كل أفراد الأسرة أنفسهم لهذا الاجتماع بالقراءة عن العادات المصرية، وبالتشاور لاختيار عادة من العادات ومناقشتها. تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن عند المصريين. استهل الأب الاجتماع بالحديث عن حب المصريين في القرى والنجوع والكفور لتربية الدواجن على اختلاف أنواعها من بط وإوز ودجاج ثم دار الحوار التالي: أمير لماذا يربي المصريون الدواجن؟ الأم لانها مصدر من مصادر البروتينات فتربيتها غير مكلفه فهي تتغذى على ما تنتجه الارض من حبوب اميره لقد قرات ان الطيور تصاب بالانفلونزا مثل الانسان الام <applause> نعم يا اميره الانفلونزا مرض خطير يصيب الطيور ويؤدي الى نفوقها الاب الخطير في الموضوع ان هذا المرض ينتقل من الطيور الى الانسان عن طريق الهواء اميره وقد بدت عليها الدهشه لم افهم يا ابي الام م. ان الانسان يلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابه بالمرض امير وماذا يجب ان يفعل الشخص الذي يخلط الطيور الام م. يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه، كما يجب أن يغسل يديه بالماء والصابون بعد الإختلاط. كما يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور لتطهير حظائر الطيور، فضلا عن التخلص من مخلفات الدواجن بحرقها أولا بأول. أضاف الأب كما يجب على كبار السن والاطفال والمرضى عدم مخالطه الطيور حتى لا يصابوا بالامراض امير اتذكر يا ابي عند زيارتنا لجدي انني شاهدت الطيور تتجول في شوارع القريه تلتقط الحبوب من هنا وهناك وتسبح في مياه البحيرات الصغيره والمستنقعات الاب حقا يا امير ان هذا يؤدي الى اصابه الطيور بالامراض فالماء الراكد موطن للميكروبات والجراثيم الام لذلك يجب علينا العنايه بالطيور لحمايتها وحمايه الانسان من الامراض والحرص على نظافه مساقي الماء وتحصينها ضد الامراض بصفه دوريه اضاف الاب ان النظافه مهمه لمواجهه جميع الامراض امير سمعت يا أبي عن إنفلونزا الخنازير، فهل النظافة تقينا من الإصابة بها؟ الأب؟ نعم يا أمير، فغسل اليدين، وعدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد، وعدم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العينين، والبعد عن الأماكن المزدحمة يقينا من الإصابة بها. وبعد انتهاء الاجتماع الأسري.. أخذ أمير يفكر في طريقة لتوعية الناس حتى لا يصابوا بإنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير، ثم هتف قائلاً: "نقوم بعمل مسرحية في الصيف عن الإنفلونزا، أو عمل مجلة أو أو زي ما سمعنا في الفيديو كده يا ولاد، أسرة أمير وأميرة متعودين دايماً إنهم يجتمعوا كل خميس في المساء. عشان كل واحد فيهم يبتدي يعرض أهم الأعمال والإنجازات اللي قدر يحققها على مدار الأسبوع والاجتماع بتاع الخميس ده كل فرد فيهم فضل يستعد ليه بالقراءة والاطلاع وجمع المعلومات عن العادات المصرية اللي المصريين دايما متعودين على القيام بها أو ممارستها وما تشاوروا مع بعض عشان يتكلموا في عادة واحدة بس في اليوم ده من عادات المصريين اتفقوا على مناقشة عادة تربية الدواجن وبدأ الأب الاجتماع بأنه أخبرهم أن المصريين في الأرياف خاصة بيحبوا جدا يربوا الدواجن في منازلهم بمختلف أنواعها بقى سواء بط أو إوز أو دجاج فأمير أمساء السؤال قال له طب هم ليه يا بابا بيحبوا يربوها أصلا فماما جاوبته قالت له لأن الدواجن دي مصدر مهم جدا للبروتين اللي جسمنا بيحتاجه وفي نفس الوقت تربيتها مش هتحتاج تكلفه كبيره لانها بتتغذى على الحبوب اللي بتنتجها الارض وبكده ابقى ساعدت جسمي بامداده بالبروتين وفي نفس الوقت من غير ما تكلف كتير في توفيره فاميره بتقول لهم طب انا قريت ان الطيور دي ممكن تصاب بالانفلونزا زي الانسان بالظبط هو ده حقيقي فماما ردت وقالت لها أيوة فعلا حقيقي ده مرض خطير بيصيب الطيور يا أميرة وممكن يؤدي إلى موتها كمان فالأب راح قايل لهم والأخطر في الموضوع إن المرض ده ممكن ينتقل من الطيور للإنسان عن طريق الهواء وده طبعا هيكون في خطورة على الإنسان فأميرة استغربت جدا وقالت له إزاي يا بابا الكلام ده أنا مش فاهمة فماما قالت لهم ان الانسان اللي بيخالط الطيور المصابة بالمرض ده ممكن يلتقط العدوى والمرض منهم عن طريق احتكاكه المباشر بيهم فامير راح قايل طب والشخص اللي بيخالط الطيور ده المفروض يعمل ايه عشان يحمي نفسه من انه يتعدي منهم فردت ماما وقالت له المفروض انه يرتدي جوانتي واقي يدي في يديه وحذاء في رجليه ويغسل يديها على طول بالماء والصابون بعد الاختلاط بيهم واما يجي ينظف حضائر الطيور دي ياريت لو يستخدم المطهرات زي الكلور كده وهو بينضفها عشان يقتل الميكروبات والمخلفات اللي هيخرجها من التنظيف ده ياريت لو يحرقها على طول وما يسيبهاش فترة مركونة علشان الهواء ما ينقلش الميكروبات اللي فيها ده لمكان تاني والأب أكمل بنصيحة مهمة جدا وقال كمان يا ولاد المفروض أن الأطفال والناس المريضة أصلا بأي مرض والناس الكبيرة في السن ما يخلطوش الطيور المصابة دي أصلا لأن مناعتهم بتكون ضعيفة وممكن يلقطوا العدوى بسرعة جدا أو المرض يكون شديد عليهم وما يقدروش يقاوموه فأمير أم قال إيه أنا فاكر يا بابا لما رحنا نزور جده في القرية اني شفت الطيور ماشية في شوارع القرية كده ومش موجودين في حظائرهم وعمالين ياكلوا الحبوب اللي على الارض في كل حتة وكمان بيعوموا في مياه البحيرات الصغيرة والمياه الثابتة الراقدة الملوثة فممكن ده يكون في ضرر على الطيور فبابا قال له فعلا يا امير المياه الراقدة دي مكان اساسي لتجمع الميكروبات والجراثيم وده سبب اساسي في اصابة الطيور بالامراض فماما قالت علشان كده يا ولاد لازم نهتم بالطيور ونحميها من الامراض ونحرص دايما على تنظيف مساق المياه بصورة مستمرة فالاب قام اكد على الكلام ده وقال ان النظافة مهمة جدا وبتحمينا من جميع الامراض فامير ام قال له طب انا يا بابا سمعت ان في مرض اسمه انفلونزا الخنازير فهل النظافة دي ممكن برضو تحمينا منه؟ فقال له طبعا يا أمير إحنا لما نغسل إيدينا وننظفها باستمرار وما نخلطش المصابين بنزلات البرد وما نحطش إيدينا على أنفنا أو فمنا أو عينانا عشان مننقلش الميكروبات اللي ممكن يكون في إيدينا لجسمنا وبعدنا عن الأماكن المزدحمة عشان كثرة الناس والأنفاس وممكن يكون حد فيهم مريض كل ده هيحمينا من اننا نصاب بانفلونزا الخنازير فخلص الاجتماع والحديث بتاع الاسره وابتدى امير يفكر في طريقه علشان يرشد الناس ويوعيهم علشان ما يصابوش بانفلونزا الطيور او الخنازير وقام قايل ايه احنا ممكن نعمل مسرحيه في الصيف بتتكلم عن الانفلونزا وازاي نحمي نفسنا منها أو مثلا نعمل مجلة ونكتب فيها الكلام ده عشان الناس تقرأه وبكده يا ولاد نكون خلصنا الشرح تعالوا مع بعض بقى للكتاب عشان نقرأه ونستخرج أهم المفردات اللي ممكن تكون موجودة في الدرس والأسئلة اللي ممكن تيجي على كل فقرة تعالوا نشوف أول فقرة معانا ، في مساء الخميس تجتمع أسرة أمير كعادتها ليعرض كل فرد من أفرادها إنجازاته على مدار الأسبوع، وقد أعد كل أفراد الأسرة أنفسهم لهذا الإجتماع، بالقراءة عن العادات المصرية، وبالتشاور لاختيار عادة من العادات ومناقشتها، تم الإتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن عند المصريين. طب مين يعرف يعني إيه إنجازاته؟ تمام إنجازاته يعني أعماله ومفردها إنجازه طب بيقول بالتشاور الاختياري عادة يعني إيه تشاور دي؟ جميل التشاور يعني تبادل الآراء مش بصمم على رأي لوحدي لأ باخد رأي اللي حواليا كمان ونعمل حاجة تريحنا كلنا، أما عن كلمة الدواجن زي ما قلنا في البداية هي الطيور التي يربيها الإنسان في المنزل ومفردها الداجن طب ممكن يسألني سؤال هنا بقى ويقول متى تجتمع أسرة أمير ولماذا؟ مين يقدر يجاوب؟ جميل تجتمع أسرة أمير في مساء كل خميس ولماذا؟ كي يعرض كل فرد من أفرادها إنجازاته على مدار الأسبوع ممكن يسأل سؤال تاني، كيف استعدت أسرة أمير للاجتماع؟ وما العادة التي تم الاتفاق على مناقشتها؟ أحسنتم استعدوا بالقراءة عن العادات المصرية واتفقوا على مناقشة عادة تربية الدواجن عند المصريين طيب مين يقدر يستخرج هاء الضمير من الفقرة دي؟ بارك الله فيكم عندنا كعادتها وفي أفرادها وفي إنجازاته وفي مناقشتها جميل جدا طب حد يقدر يستخرج اسم مجرور بس بحرف جر متصل يعني حرف جر لازق في الكلمة؟ أحسنتم بالتشاور أمال إيه اللم اللي في كلمة يعرض دي؟ تنفع تكون لم جر؟ لا طبعا ما تنفعش لان يعرض ده فعل وحرف الجر مش بيجي بعده غير اسم بس جميل جدا برافو عليكم طب تعالوا نشوف الفقرة اللي بعد كده استهل الابو الاجتماع بالحديث عن حب المصريين في القرى والنجوع والقفور لتربية الدواجن على اختلاف أنواعها من بط وإوز ودجاج ثم دار الحوار التالي: أمير: لماذا يربي المصريون الدواجن؟ الأم: لأنها مصدر من مصادر البروتينات، فتربيتها غير مكلفة، فهي تتغذى على ما تنتجه الأرض من حبوب. أميرة: لقد قرأت أن الطيور تصاب بالإنفلونزا مثل الإنسان. الأم: نعم يا أميرة، الإنفلونزا مرض خطير يصيب الطيور ويؤدي إلى نفوقها الأب الخطير في الموضوع أن هذا المرض ينتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق الهواء طيب مين يعرف يعني استهل؟ تمام يعني ابتدأ ومضادها أنهى طيب عكس الكرة المدن ومفردها القرية أحسنتم ومفرد النجوع النجع أما مفرد الكفور الكفر جميل جدا طيب مين قدر يفهم معنى نفوقها يؤدي إلى نفوقها تمام يعني موتها ومضادها حياتها في سؤال هنا بقى بما استهل الأب الاجتماع أحسنتم بالحديث عن حب المصريين في القرى والنجوع والكفور لتربية الدواجن على اختلاف أنواعها من بق وإوز ودجاج. سؤال تاني ما الخطير في مرض إنفلونزا الطيور من وجهة نظر الأب؟ جميل جدا أنه ينتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق الهواء طيب حد يقدر يستخرج أسلوب من الفقرة دي؟ جميل لماذا يربي المصريون الدواجن؟ طب نوعه؟ أسلوب استفهام أحسنتم طب استهل يا ولاد أي نوع من أنواع الكلمة؟ برافو فعل ماض ولو قلت لك تعرب كلمة الأب استهل الأب تعربها إزاي؟ بارك الله فيك فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه جميل جدا لانه مفرد طب تعالوا للفقره اللي بعديها ، أميرة وقد بدت عليها الدهشه لم افهم يا ابي ، الأم إن الإنسان يلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض ، أمير وماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ الأم يرتدي قفازًا في يديه ونعلين في رجليه، كما يجب أن يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط، كما يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور لتطهير حظائر الطيور، فضلًا عن التخلص من مخلفات الدواجن بحرقها أولًا بأول، أضاف الأب كما يجب على كبار السن والأطفال والمرضى عدم مخالطة الطيور حتى لا يصابوا بالأمراض، ما معنى يلتقط؟ يعني يأخذ والعدوى يا ولاد مقصود بيها انتقال المرض أما الاحتكاك يعني أحسنتم الاتصال نسأل سؤال بقى ماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ ها؟ مين يقدر يقولهم كلهم شطور يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط يستخدم المطهرات كالكلور لتطهير الحضائر التخلص من مخلفات الدواجن بحرقها أولا بأول سؤال تاني ما النصيحة التي قدمها الأب أحسنتم عدم مخالطة الأطفال والمرضى وكبار السن للطيور، طب مين يعرف إن أم أميرة قالت لم أفهم يا أبي ده أسلوب إيه؟ أحسنتم أسلوب نفي، طيب عن طريق حد يقدر يعرف كلمة طريق؟ جميل جدا اسم مجرور وعلامة جر الكسرة أحسنتم بارك الله فيكم طيب نشوف الفقرة اللي بعد كده أمير أتذكر يا أبي عند زيارتنا لجدي أنني شاهدت الطيور تتجول في شوارع القرية تلتقط الحبوب من هنا وهناك وتسبح في مياه البحيرات الصغيرة والمستنقعات الأب حقا يا أمير إن هذا يؤدي إلى إصابة الطيور بالأمراض فالماء الراقد موطن للميكروبات والجراثيم الأم، لذلك يجب علينا العناية بالطيور لحمايتها وحماية الإنسان من الأمراض، والحرص على نظافة مساق الماء وتحصينها ضد الأمراض بصفة دورية. طيب ما معنى تتجول؟ تمام تنتقل من مكان إلى آخر، والمستنقعات المستنقعات يا ولدي الأماكن اللي بتتجمع فيها المياه لفترة طويلة ومعنى الراقد أحسنتم الساكن بلا حركة ومضادها المتحرك وتحصينها تعني حمايتها جميل أما دورية أي مستمرة ومضادها متقطعة نسأل سؤال هنا ونقول إلى ما تؤدي سباحة الطيور في مستنقعات المياه الراقدة؟ ولماذا؟ مين يقدر يجاوب؟ شطور تؤدي إلى إصابتها بالأمراض؛ لأن الماء الراقد موطن للجراثيم والميكروبات. سؤال تاني: كيف نهتم بالطيور؟ أحسنتم بالحرص على نظافة مساق المياه. وحمايتها من الأمراض بصفة دورية. طيب كلمة الطيور ما نوع الكلمة؟ جميل اسم، طب إيه تمام ال اللي في بداية الكلمة. طيب الماء الراقد موطن للميكروبات، مين الشطور اللي يقدر يعرف كلمة موطن؟ أحسنت برافو عليك خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة، أمال فين المبتدأ؟ جميل الماء، طيب تعالوا نشوف آخر فقرة، أضاف الأب إن النظافة مهمة لمواجهة جميع الأمراض، أمير سمعت يا أبي عن إنفلونزا الخنازير، فهل النظافة تقينا من الإصابة بها؟ الأب نعم يا أمير فغسل اليدين وعدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد وعدم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العينين والبعد عن الأماكن المزدحمة يقينا من الإصابة بها وبعد إنتهاء الإجتماع الأسري أخذ أمير يفكر في طريقة لتوعية الناس حتى لا يصابوا بإنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير ثم هتف قائلا: نقوم بعمل مسرحية في الصيف عن الإنفلونزا، أو عمل مجلة، أو... أو... وخلص كلامه على كده. طيب ما معنى تقينا؟ تمام تحمينا، طيب ومعنى توعية؟ إرشاد ومضادها إضلال، وجمع مسرحية؟ أحسنتم مسرحيات. طب سؤال كيف نتجنب الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير؟ حد يقدر يقولهم كلهم؟ برافو عليك غسل اليدين، عدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد، عدم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العينين، البعد عن الأماكن المزدحمة، وآخر سؤال ما وسائل أمير لتوعية الناس للوقاية من الإنفلونزا؟ أحسنتم عمل مسرحية في الصيف عن الإنفلونزا أو عمل مجلة طب عايزة حد بقى كان مركز معي ويقول لي كلمة تقينا أمير كان بيقول النظافة تقينا من الإصابة بها فالضمير ناف كلمة تقينا ده واخد موقع ايه؟ احنا عارفين لما ضمير بيجي بفعل بيبقى يا اما بيقع مكان الفاعل يا اما بيقع مكان المفعول طب هنا بقى النادي بتقع في موقع ايه؟ بارك الله فيك موقع المفعول به اما الفاعل في الجملة جميل جداً ضمير مستتر تقديره هي بيعود على كلمة النظافة برافو عليكم أحسنتم طيب نيجي بقى للمناقشة بيقول اقرأ ثم أجب استهل الأب الاجتماع بالحديث عن حب المصريين في القرى والنجوع والقفور لتربية الطيور على اختلاف أنواعها من بط وإوز ودجاج أول سؤال لماذا يربي المصريون الدواجن ها؟ حد فاكر جميل لأنها مصدر من مصادر البروتينات وتربيتها غير مكلفة لأنها تتغذى على ما تنتجه الأرض من حبوب طيب السؤال الثاني كيف يصاب الإنسان بأنفلونزا الطيور مم. ازاي بقى احسنتم عن طريق الهواء او الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض طيب السؤال الثالث ماذا يجب على من يخالط الطيور الشخص اللي بيخالط الطيور المفروض يعمل ايه عشان يحافظ على نفسه حد يقدر يقولهم شطور اول حاجه يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه، يستخدم بعض المطهرات كالكلور لتطهير حظائر الطيور، يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط، وآخر حاجة يتخلص من مخلفات الدواجن بحرقها أولًا بأول طيب آخر سؤال عايزني أصمم خريطة مفردات لكلمة استهلة عارفين بنعملها ازاي بنحط الكلمه في مستطيل وسهم فوق بيقول نوعها وعلى اليمين معناها والشمال مضادها وفي سهم تحت بيقول ايه جمله مناسبه فيها الكلمه دي طيب مين عارف يعملها جميل هي فعل ماضي ومعناها ابتدأ أو بدأ ومضادها أنهى وممكن نقول جملة ايه مثلا استهل الطالب مذاكرته ببعض الأدعية جزاكم الله خيرا أحسنتم جميعا برافو عليكم وبكده يا أولاد نكون وصلنا لآخر درسنا يارب تكونوا استفدتم مع تحيات أسرة اللغة العربية مدارس الصرح الخاصة